السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة. ضروري أن نتكلم في هذا الموضوع لأنه بعض الهجمات التي تحصل من عند الكلاب تكررت في هذه الأوقات، خصوصا في وقت الربيع ووقت الصيف. هذا اليوم بمدينة لودفيكسبورغ، مدينة لودفيكسبورغ تقع شمال مدينة شتوتغارت، قام كلب بالهجوم، كان مع صاحبه بأحد المناطق الخضراء وقام بالهجوم على طفل صغير عنده 3 سنوات. الطفل الصغير كان مع أبوه والكلب هجم عليه وقام بعضه في وجهه، والطفل أخذ على إثرها بسرعة إلى المستشفى. نتمنى له الشفاء العاجل. هذه الأمور تكررت للغاية أصدقائي، أمر بصراحة كثير من الناس تستغرب له وكيف يحصل. نعرف بأن ألمانيا يوجد فيها عدد كبير من الناس عندهم كلاب، أو حتى في أوروبا عدد كبير من الدول الأوروبية عندهم كثير من الناس تربي الكلب في البيت. الكلب هو حيوان أليف، خصوصا أنه أيضا مخلص لصاحبه، والناس التي تعيش وحيدة في البيت أو تحس بالوحدة غالبا ما تربي كلبا لأنه يمنحها ذاك الأمن والأمان. لكن بالمقابل عدد كبير من الناس التي عندها كلاب لا تحترم القوانين، والقانون يقول عندما تخرج إلى الشارع أو تذهب إلى متنزه أو إلى حديقة أو إلى بحيرة أو إلى أي مكان في الأماكن، يجب عليك أن تكون دائما رابط ذاك الكلب. عدد كبير من الناس لا يقومون بهذا الأمر ولا يقومون بربط كلابهم، فعندما يتوجهون إلى الشارع ويتوجهون يطلقون الكلب هكذا يجري من غير ما يكون مربوط، فتكون الأطفال موجودة تلعب، وعندما الأطفال ترى كلبا ممكن تلك الأطفال تعمل بعض الحركات، وتلك الحركات تكون بمثابة إنذار لذلك الكلب، ويقوم ذاك الكلب الذي هو بطبعه أليف ومسالم بسبب بعض الحركات التي تعملها بعض الأطفال أو الخوف أو الصراخ أو محاولة الهرب، من حق الأطفال أن يعملوا هكذا، الكلب يقوم بالهجوم ومحاولة الهجوم على تلك على أولئك الأطفال ويقوم بإدايتهم. والسبب هو أنه ذاك الشخص صاحب الكلب لم يحترم القانون ولم يربط ذاك الكلب. أنا أيضا أصدقائي تعرضت مرات متعددة لمحاولات كبيرة من الهجمات من عند بعض الكلاب. مرات أنا أتذكر كنت مرات في حديقة وأنا أحب دائما رياضة الجري، جوجين الجري. فعندما كنت أنتهي من العمل كنت أذهب من أجل ممارسة رياضة الجري، وعندما كنت أجري أكره، يعني صرت لا أحب الحدائق فقط لأنه فيها كلاب لا يقوم أصحابها بربطها، فأكون أجري وبعد ذلك ألاحظ بأنه كلب يتبعني ويريد أن يقوم بعضي. أو مرة أيضا كنت في على الدراجة وكنت ذاهب إلى، يعني عندما كنت أيام الجامعة كنت بالدراجة وكان هناك شخص ذاهب مع كلبه، وكلبه كان حاذر الرأس، فعندما اقتربت إليه كان يريد أن ينط علي ويعضني. الحمد لله مسكه، فعندما قلت له ما هذا قال لي لا الكلب لطيف، الكلب لطيف يريد فقط أن يلعب معك. قلت له هذا كل لاعب؟ هذا الكلب كاد أن يعضني وأنت تقول لاعب؟ يعني لاحظتم أنه بعض الأمور دائما خذوا حذركم. أول شيء لا تظهروا للكلب، وقولوا أيضا لأطفالكم عندما يرون كلب أن يبتعدوا دون أن يجروا أو دون أن يصرخوا أو دون أن يهربوا أو دون أن يعملوا بعض الحركات التي تجعل ذاك الكلب يمكن أن يهجم عليهم. أن يلتزموا حتى لو كنتم خائفين ابقوا ولا تظهروا الخوف للكلب، الكلب يشم رائحة الخوف. وابتعدوا شيئا فشيئا. إذا كان شخص بالقرب منكم وأنتم كنتم جالسين مع أطفالكم ومع أهلكم وهو لا يربط كلبه، اذهبوا عنده وقولوا له اربط كلبك، لأنه ممنوع أن الكلب يخرج إلى الشارع دون أن يكون مربوطا أصدقائي، وهذا ما يقول القانون. نتمنى السلامة للجميع، واحكوا لنا أيضا في أسفل الفيديو تجربتكم في هذا المجال، ونتمنى لجميع الأطفال السلامة ولجميع الناس السلامة، لأنه بصراحة خصوصا في هذا الوقت من السنة تتكرر هذه الأمور، لأنه وقت الصيف ووقت الحرارة وكثير من الناس يخرجون ويلعبون في الشارع
وأيضا بنفس الوقت ناس تربي الكلاب، جميل أن تربي كلبا لكن ربي كلبك حسب القانون، لأنه ذاك الكلب أوكي لطيف معك لكن يمكن هو حيوان بالأول والأخير، لا يركز يرى شيئا يظنه إنذار أو خطر ويهجم على الناس. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.